اولا استخدام صبغ زهرة العطاس ككمادات لمعالجة الجروح والتواءات المفصلية وكدمات ورضوض ولمعالجة لسع الحشرات. نعم. وأيضا استخدام كمامات من صبغة زهرة العطاس مفيدة في حالة عضد الكلب وأيضا لمعالجة التشنجات العضلية مفيد جدا. نعم. مرهم زهرة العطاس مفيد جدا لمعالجة تشققات الشفاه. إذا وجدت تشققات في الشفاه فإن مرهم زهرة العطاس مفيد لمعالجة هذه التشققات وخاصة في فصل الشتاء والثلوج. نعم. ولمعالجة إصابة القدمين وأصابع القدمين والقدمين باحتقان وتورم فتستخدم لمعالجة هذه الحالة صبغة زهرة العطاس زائدا غلسرين تخلطهما وتضعهما فوق المنطقة المصابة فهو مفيد جدا لمعالجة هذه الحالة. وهكذا شرحت لكم فوائد زهرة العطاس بشكل مختصر ومفيد وشكراً.